مساء بحري إلى الحبايب نسمة الصيف، قال لي كم كلمة يشبه النسمة في ليالي الصيف. رح نقلكم كلام يشبه النسمة بليالي الصيف. أهلا بالحبايب، وحشتونا يا حبايبي. عملت من فترة حلقة عن العظيم في ليمون وهبي مع فيروز، ما شدتكن؟ مع العلم أجمل من لحن لفيروز هو العظيم شيخ الملحنين في ليمون وهبي. في ليمون سعيد وهبي، مواليد كفر شيمة، بلد الموسيقار العظيم كمان أيضا ملحن بركات، اللي كان يشتهي أن يلحلوا في ليمون ولحلوا في البدء. طبعا العظيم في ليمون كان هوايته الأولى الصيد، بعدين الموسيقى التلحين. يمتاز بخفة الدم، الكوميديا عنده، الكوميديا جميلة كتير، القعدة معه بتطول العمر. طيب القلب، لذيذ لسانه، له ثلاث فرشوخات، اخد حريته، ما بيسأل على حدا، يعني بيحب الحقيقة، هاي بيسموه لسانه الواحد. أما هو القلب الطيب والموسيقى الخالدة فعلا، وأنا بسميها دائما الموسيقى المكثفة، يعني بيعمل لك قطعة القد مكثفة مثل اللي بيستحلب روح العسل، روح العسل. كذلك كان يعمل في ليمون. طبعا كملحن الأستاذ الحبيب في ليمون اشتغل بالقدس، زيارة القدس والشرق الأدنى كملحن بداياته. تعرف بعدها في لبنان الحبيب على عاصي ومنصور الأخوين الرحباني، وصارت الصداقة حتى أن وصل إلى هاي المكان العالي. وبعدها التقى عطى للأستاذ نصري عدة ألحان منهم، على العالي دار عليها يمين الدار، حلو كتير. عطى الأستاذ وديع كتير منهم، بترحلك مشوار قلت له يا ريت. عطى الصبوحة أجمل ما يمكن ألحان، عطيها لحن بيخلو العقل، يا أمي دولبني الهوى، روحي يا صيفي وتعي يا صيفي، وعدني يا حبيبي بشي سفرة بحرية، أنا بعرف مش راح تروح بس اضحك علي. يعني في ليمون لما بيعطيك اللحن مأخوذ من روحه مباشرة بتحبه. أتمنى منكم تسمعوا شو لحن في ليمون، اكتبوا شو لحن في ليمون، وشوف كيف بتعشقوا هذا الملحن العظيم، اللي حبوا العظيم فريد، واللي حبوا عبد الوهاب، واللي حبوا كل كبار الملحنين حبوا هذا الفنان. لما كان يجي عبد الوهاب أو فريد، أول يدوروا على في ليمون وهبي، يدوروا على، يحبوا الأفشات عنده، إزاي عملت اللحن ده، يقول له نياب تمه يكمش العود، يعني الصدق اللي كان عنده في هذه الألحان. الأستاذ في ليمون عمل له مرة غني لوديع هزت الدنيا، حلو وكذابي يا أغلى أحبابي، والأكذب منك مين حضرة جنابي. الكلام مع اللحن مفصل خالص إلى صوت قديس التراب أستاذ وديع. أيضا عطى شريفة فاضل أغني هزت أرجال معمورة، حبيبي نجار شغله على البيكار. عطى لعصام رجي أجمل الألحان، أغني طربية بتاخد الروح، يا أبو الخلخال يا خالي، يا مسهر عيني الليالي، بالك مرتاح على الفرقة وبالي مشغول يا غالي. عطى نجاح سلام اللي خلاها تقوم وتنطفد بصوتها الجميل، برهوم حاكينا شاب الأسمر جنني وعيوني. يعني في ليمون قادر هذا الموسيقار مثله مثل أي كبير أن يعطي أي واحد وينجح. هلا في ملحن بيعطي صوت جميل بينجح، بيعطي صوت يعني ما بينجح. في ليمون مثله مثل فريد، مثل عبد الوهاب، مثل بليغ، ولو كان أقل منهم شوي بالألحان، لكن ألحانه صعب أن يعطي. طبعا عطى كتير، عطى غصان صليبة من أجمل الألحان، عطى سميرة توفيق، عطى الصبوحة أجمل الألحان اللي غنيتها، مثل مثلا عبدو عبيد عبيده، عاشق بالمية مية، وعد 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 لصباح كتير. يعني اللي عطاهن أكثر من السيدات هو كان فيروز وصباح، وصباح لأنه راحت على مصر وبقى صار قدام بليغ وقدام عبد الوهاب وفريد الأطراج، وهو بقي متكمش مع فيروز، لأنه فيروز فقط الرحابني، ومرقت له غنيتين ثلاثة لعبد الوهاب.
إذا فيليمون يعني مش مجرد والله مر. فيليمون فنان كبير، كان يمثل يشدك بالكوميديا البسيطة، البسيطة فيه بساطة بالكوميديا، بيسعدك يعني، بلحن اللحن يعني وراء الأصفر شهر أيلول. شو هاللحن هذا؟ شو هاللحن يا دار دوري فينا؟ شو هاللحن؟ وبرجع بقولكم الموسيقار، كلمة موسيقار اللي هو ينوت، اللي هو يلحن، اللي هو يعزف، اللي هو يوزع، يعني كل شيء له علاقة بالموسيقى في لقب موسيقار. هذا ملحن خطير كبير، موهبة من الله عز وجل. لذلك بنشوف ناس ملحنين ما في أخطر منهم على العالم، جننوا الغرب إنه هذا كيف لحن هاللحن. هذا عطاء الله سبحانه وتعالى. فيليمون الممثل هذا الخطير الكبير، يعني أنا شو بدي أعد لكم في مسرحية مع فيروز إلا ما أنه موجود فيها. هذا كان ركن أساسي. فيروز قد ما عظيمة كان بدأ إجباري قدامه صوتين بهزوها، يا أما العظيم وديع يا نصري. طبعا وديع كان يدور العالم مش فاضي للمواضيع، بلحن لذاته داير العالم، وعمل هنك خاص، عمل هنك خاص وديع الصافي، ولو انه جبلي لانه ما خلى شيء ولا غنى. كان من هون نصري، من هون فيروز، والملحن الخطير فيليمون. ما في مسرحيه ما فيني اعد لكم لولو، شو بدي اعد لكم يعني، ما نون براسي هلا من كتر ما كلهم انا شايفهم فيهم العظيم فيليمون. وشو بدي لكم الاوسمي اخذ كثير كثير اوسمي، من اللي انا بعرفه اخذ وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، أخذ وسام الأرز الخالد لبنان، أخذ وسام سعيد عقل، سعيد عقل شاعر لبنان الكبير اللي ترجمت أشعاره إلى عدة لغات عالمية من كتر ما كان فيلسوف. فهذا هو اليوم نفخر ونكبر بهذول العظماء، وخاصة فيليمون اللي نحن يعني ما أخذ حقه ما بعرف ليش. بتشوف لما تقول فيروز الرحابني بينسوا فيليمون. الرحابني من كسرتهم ما شاء الله كلهم عظماء، وفيروز انتسى فيليمون. قمة الشرق مع فيروز وفيليمون، قمة الشرق مع فيروز وفيليمون. فيليمون هو من روح فريد الأطرش، ملحم بركات هو من روح فيليمون. شوفوا عظمة الله كيف الله بيقرب أرواح لبعضها. فيليمون العظيم الساخر اللي كان عاش حياة مرار. نحن الناس بنسمع احيانا مطرب او ملحن ممكن نحسدنا حياتهم. اغلب الفنانين اللي فيهم عطاء كالطير المذبوح اللي عم يرقص من الالم وعم يفضفض اخر انفاسه وعم يموت. مش اي مطرب او ملحن قدر يوصل للبرج العاجي، ما تصدقوا ابدا. فيليمون ملك الالحان، صانع الاغاني الخالده، عاش حياة ألم كثير، خاصة الحرب السوداء اللي مرت على لبنان. كان يدوق المرار، ضاق الفقر، ضاق الجوع، وتألم هذا العظيم. وكثير وكثير مطربين هزوا الدنيا وماتوا فقراء ما معهم يجيبوا دواء. وكثير موجودون على الساحة ليس لهم علاقة بالفن وخربوا الفن وعندهم أرقام. هذا عطاء الله، ما عم نعرف نحن عم نحكي شو عم نشوف. أما نتدخل بالمقدرة الإلهية، أستغفر الله العظيم أنه هذا لا شعطة، إن الله يعز من يشاء ويذل من يشاء بغير حساب، لأنه بعدين الحساب للأخير. أنا بدي أقول لعشاق قناة سمع، لأخوتي، لحبيبي، نحن أهل أصبحنا أسرة كبيرة في كل الكرة الأرضية. وكنت أتمنى يرجع الطيران، وإن شاء الله بيرجع يصير كل بلد إلنا أصدقاء. أنا مستعد أعمل معكم ندوة جميلة للنقاش وبتتسجل للتاريخ وللذكرى. اليوم أنا بتمنى منكم وأرجو أن تسمعوا فيليمون وهبي، اكتبوا فيليمون وهبي، فيليمون وهبي، اسمعوا هالألحان الخالدة لهذا العظيم رحمه الله. شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم.